نعم. أسأل الله إليك يا شيخ، الكافر يرى ربه يوم القيامة، ماذا يجاب عن الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أولا ثبت بارك الله فيك أنه يرى ربه قبل كل شيء، ثبت حتى تقول ماذا يجب عن الآية. أفهمت؟ فهو لا يرى الله. الكافر اجلس مكان، الكافر لا يرى ربه عز وجل في الآخرة، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، أي لا ترى ربه. أما المنافق فإنه يرى الله عز وجل، ولكن في النهاية يحال بينه وبين الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي سعيد الطويل في كشف الرب عن ساقه، فيسجد من كان يسجد لله بإخلاص، ويعجز عن السجود من كان لا يسجد إلا رياء وسمعة. نعوذ بالله من هذا. إن الكافر يرى ربه مرة والمنافق يرى مرتين. لا، ما قرأت. راجع النسخة. شيخ، ما في كلام شيخ الإسلام إن الكافر يرى ربه؟ ما أدري، لكن كلام الله اللي بين أيدينا هو ما سمعت.